دكتور اشرف من في 24 ومبروك على التكريم. اول حاجه حضرتك حابب تقول ايه على التكريم النهارده وشايفين كل الناس جايه تحتفل بحضرتك وفخرانه؟ بص، هو انا عايز الخص بس التكريم بتاع النهارده، هو يعني هو حاجه بسيطه كده، زمايلي في مجلس اداره النادي، نادي النقابه عندنا، حبوا يباركولي ويهنوني على تكريمي في مهرجان جرش. فطبعا انا بشكرهم وبقول لهم ان تكريمي في مهرجان جرش ليس تكريم لي فحسب، ولكن تكريم للنقابه كلها للفن المصري والفنان المصري. مهرجان جرش مهرجان من اهم المهرجانات اللي بيفرض نفسه على الساحه الدوليه. وبشكر زمايلي على اللفته الكريمه اللي عملوها، وببارك لاسره مسرحيه فريده النجمة عايدة فهمي والمخرج أكرم مصطفى وانس ديكور عمرو عبد الله والموسيقي محمد حمدي رؤوف وأيضا مدير مصر علي الحسان، ببارك لهم. وإحنا النهاردة برضو يعني احتفلنا بيهم كده احتفال بسيط. ما شاء الله حضرتك جميل في النقابه وعامل شغل حلو والناس كلها بتشكرك، بس برضه في نفس الوقت في يعني الناس بتحس ان في تحامل كبير على النقابه وعلى الدكتور اشرف. اذا كان اي حاجه تحصل نتكلم الدكتور، اي حاجه تحصل هو النقابة. مش تحامل، هو عشم، هو يعني هتسميه عشم لان الناس سقف طموحها كبير، واحنا بنحاول على قد ما نقدر نبقى عند هذا الطموح. عايزين بقى نسلم منك طبعا احمد الجندي وساره سمير اللي شرفونا في ميعاد باريس. بقول لهم يعني كنتوا البسمه الوحيده و بقعه الضوء الوحيده في ظل يعني حاله كنا داخلين عليها، فانتوا انقذتونا من هذه الحاله. مبروك ليكم، مبروك لمصر، مبروك للرياضه المصريه، مبروك للشعب المصري. اعمال فنيه جديده ان شاء الله على حضرتك. نعم. الاعمال الفنيه الجديده. لا لسه ما عنديش اعمال فنيه، ربنا يبارك. شكرا جدا.